احنا صرنا من سنه ونص ما شفنا الافراح بالغوطه الشرقيه، ولا نحن الحمد لله رب العالمين عم نرجع الافراح على الغوطه الشرقيه وعلى اهل البلد بعد القصف والحصار اللي عشنا فيه والجوع، رجعنا الافراح فرق العرابة فرق الإنشاد الحمد لله رب العالمين. الله يفرج عن الغوطة ويفرج عن سوريا يا رب. إشارة النصر بمعيدكم. كل هيك. والله انبسطنا بوجودكم الحمد لله. إن شاء الله أبار عبد العزابية كلها. نخلص من بشار الأسد وحاشيته وروسيا وإيراق. تظل مستمرة رغم القصف والقتل والدمار. إن شاء الله هاي الأمة تبعنا بدها تتم عم تنجب شباب وتتجوز الشباب وتخرج مجاهدين إن شاء الله لنخلص من هالطاغي بشار الأسد وشبيحته وروسيا وإيران وأتباعه. إن شاء الله مستمرين رغم الحصار والقصف والدمار بإذن الله.